التعزيزات العسكرية لا تتوقف، والاشتباكات تستمر بدورها بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والقوات الحكومية. جبهتا الطرية والشيخ سالم بمحافظة أبيان جنوب اليمن هما الأكثر اشتعالا بين الطرفين. المعارك المستمرة قتلت وأصابت العشرات، والانتقالي مصمم هذه المرة على طرد القوات الحكومية كما يقول: سنصد كل ما بوسعنا من قوة وأصرار على هذه التربة الغالية علينا، ونصد يعني جميع الضربات. مشاورات طويلة الأمد بين الانتقالي والحكومة لم تفضي إلى نتائج قابلة للتطبيق، فالحكومة ترى أن العربة وضعت قبل الحصان في تنفيذ الشق السياسي قبل الشق العسكري من اتفاق الرياض. ويخشى مراقبون أن يكون الوضع في اليمن قد وصل مرحلة خرج فيها عن قدرة السيطرة عليه، مع تشابك مصالح إقليمية ودولية في البلاد. الحرب الذي تحصل مؤشرها الخطير أن الأمر خرج بالدرجة الأولى من يد اليمنيين، وأصبحوا اليمنيين اليمن مجرد يعني أرض قتال، واليمنيين أدوات في هذه الحرب في الشمال وفي الجنوب. وأيضا بدأت تخرج من يد اللاعب الإقليمي، لأنها الطرف الأساس أيضا كان في هذه الحرب. ويشهد شمال اليمن معارك وصفت بالعنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في محافظتي مأرب والجوف، وشنت طائرات التحالف سلسلة من الغارات استهدفت مواقع الحوثيين في هاتين المحافظتين. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء.